دلوقتي خلينا نروح بقى لجولة من الأخبار الخفيفة واللطيفة من مختلف أنحاء العالم. هنبدأ من روسيا. في سيدة روسية، ركز في الخبر بقى ده يا أحمد، أنا بركز قوي. في سيدة روسية سجلت في يوم عيد ميلادها المئوي رقم قياسي بوقوفها حافية على القدمين، طبعا على مسامير لمدة 100 بتعذب نفسها ثانية. هنعرف دلوقتي، بس بتعذب نفسها كده. هتنبهر دلوقتي. استنى، اتعملت حفلة مخصوص في مدينة بلغرود الروسية بمناسبة الاحتفال بهذه السيدة اللي أطلقوا عليها الجدة الحديدية ماريا كولتاكوفا. زي ما حضراتكم شايفين دي ماريا، والحقيقة أن الجدة دي شاركت في بطولات كتير، يعني مثلا وهي عندها 98 سنة شاركت في بطولة الرماية بالمسدس الهوائي، والسنة اللي بعدها اللي هي 99 سنة سائق دبابة، والسنة دي زي ما حضراتكم شايفين وقفت على المسامير لمدة 100 ثانية وهي عندها 100 سنة. شايفها الفيديو؟ أنا شايفة ماريا بتتحدى ذاتها. أنا مش عارفة، أنا يعني خايفة أسألك لما حوالي. أنت بتقف بس 100 ثانية عادي بتبقى عامل إزاي؟ أنا بقف يعني نص ساعة، يعني بقى نص ساعة، أنا بقف نص دقيقة تقريبا، يعني مفاصلي بقى، عارفة أنت يعني. ما شاء الله، يعني ما شاء الله. لا وبعدين بس مش عارفة هي مبتدية من زمان ولا مبتدية يعني بس هي تقريبا اللي هي صحيا عندها مشاكل يعني. خلاص بصي وهم بيشيلوها خلاص يعني. ممكن تكون مش حاسه مثلا. هو ده تقريبا يعني. خلي بالك ال 100 سنه برضو يعني ربنا يديها الصحه طبعا ويبارك ويطول في عمرها، لكن 100 سنه وبتعمل اللي هي بتعمله ده، هو في يعني مع تقدم العمر اكيد بيبقى في بعض الحواس. لا بس يعني احنا 98 شاركت في بطوله الرمايه بالمسدس الهوائي، كلها حاجات عنيفه، سواد دبابه، 99 سائق دبابه، ف يعني مش عارفه. اتمنى ان انت تعمل ايه عربيه بالعافيه، بتسوق العربيه في الاخر. طيب خلونا نروح لخبر تاني، وهو الفيديو ده اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبيظهر فيه اخطبوط غريب بيعوم فوق الحاجز المرجاني العظيم اللي موجود في شمال شرق استراليا. والمشهد الاستثنائي ده نشرته المواقع الاسترالية ونال اعجاب رواد السوشيال ميديا في العالم ككل، وشاركوا ملايين من الناس وعبروا عن اعجابهم الشديد بيه. يعني دي كانت مجموعة من الأخبار الخفيفة كده من مختلف أنحاء العالم. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول، استنونا.